بلدية عين الناقة بولاية بسكرة اتخذتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية نموذجا لبداية الإحصاء الوطني الثالث للمستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية، وهذا لتنوع إنتاجها الفلاحي وإقبال مستثمرو قطاع الفلاحة من ولايات عدة على أراضيها السهلية الخصبة ذات الجودة العالية. اليوم رانا على مستوى بلدية عين ناقة بدينا التحضيرات لهذه العملية، لأن بلدية كبيرة فلاحية بامتياز ومساحة شاسعة. العملية هذه انطلق بدينا في التحضيرات هذه العملية على مستوى مديرية المصالح الفعلية وكذلك على مستوى دائرة سيدي عقبة، تحضير الخرائط ووضعنا مخطط ميداني. وزعنا البلدية إلى عدة مناطق ويكون تدخل فيه الوسائل البشرية من وسائل مادية في انتظار انطلاق هذه العملية. مراقبين يتكونوا على مستوى الوزارة، لدي نموذجية من بين 6 ولايات اللي تم اقتراحها على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. الفلاحة متجذرة تاريخيا بهذه البلدية وبالولاية عامة، قائدة في الإنتاج الفلاحي وهي اللي ينطلق منها عملية الإحصاء. هذا شرف كبير لنا ونثمن هذا الشرف. تشكراتنا للسيد والي الولاية، أراضي زراعية بامتياز هي نموذج في الإنتاج الفلاحي بالجودة تاعها والنوعية تاعها في جميع أنواع الخضر، زراعة الفواكه مثل العنب والبرتقال والتمور بأنواعها، قبلة للمستثمرين من جميع أقطار الوطن يتنافسون للوصول إلى عين ناقة والاستثمار فيها. نقول لهم مرحبا بكم ونساعدوهم قدر الإمكان على أن يساهموا في الإنتاج الزراعي الوطني باش نحقوا اكتفاء ذاتي. هذا المكان نوجه للفلاحين وموالين وكل علاقة بالفلاحة بأن يسهلوا العملية. هذا إطارات الإحصاء اللي كان يزورهم ميدانيا لازم نطلبهم أن يكونوا حاضرين، يكونوا في الميدان حاضرين ويعطون كل المعلومات اللازمة على المستثمر الفلاحية وكل ما تحتويه سواء بشرية ولا حيوانية ولا عتاد ولا فلاحة. نحتاج كل المعلومات عن طريق الفلاح من أجمل هذه الاستثمارات. هذه كبيرة، فائدة اقتصادية واجتماعية وثقافية إلى غير ذلك، تحسيس وإبلاغ هذه المستثمرات الفلاحية بالفرق الإحصاء التي تكون إن شاء الله في الميدان. هذا الإحصاء يحدد خارطة طريق ذات أهداف كبرى تسعى إليها الجزائر لتحقيق طموحات الاكتفاء الذاتي بالوفرة وبالنوعية للتصدير بمنتوج تنافسي في الأسواق العالمية.